مدل زاني اطلعي لفوق لتحت ارفع ايدك ارفع ايد الثاني حركي رجلك انت يا ارمله ارمله تريدين تتجوزي يا تمر يا عمي انطيني حليب الارامل تمر يا عمي عمي الارامل فوق ال 25 سنة ولا اللي تحت ال 10 سنين؟ قديش صار لي شرملة؟ 20 سنة تبع ال 20 يا ولد حاضر يا عمي شو لون هالقنينة؟ بيضة بيضة حاضر يا عمي ولا شو حجيش؟ واحد يا ولا هذه مزبوطة هذه محلوبا بثا حيا ومباشر هسا تازا فريشا تفيدك هلا ابلعيها بعد ثلاث دقائق يبين المفعول وانت يا مطيحان راقب لي الحليبات راقب الحليبات راقب نسلم نسلم حضرتك غضبان؟ انا مش غضبان مش غضبان انا ليش حسيتك انك غضبان؟ لا انا مش غضبان الله يسامحك شو جاب الثره للثريا هذا عمه الشيخ مباركا ابن 60 مبروك صيطه بكل مضارب القبيله من هذا غضبانا طويلا هبيلا ما يفته من شيء صبي تبعك هو ما هذا الشيخ شيخا مباركا هو شيخا قويا مباركا عمي ترى الحريم انتتر بجسمها الله اكبر شفتي شفتي حليب التيس ارفعي ايدك نزلي ارفعي نزلي ارفعي ايدك نزلي اضرب شفك الله اكبر شفتي شفتي يلا يلا امي امشي امشي صرت مثل الغزاله لا 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 لحظه لا لحظه ولا شيء خلاص روحهم ترى ما اريد فلوس حق العلاج هذا هديه ما من وراه انجزيه له الحرمه الحلوه القويه الله يخليك هاي اعطيها هديه مني للعميد قصده يقول عميد الاثرى فهمت عليك فهمت عليك شكرا الله معك الله يديم عزك يا رب يا والله وياك مطرح ما يسر يمرن عمش خطبه ولك هي القنينة اللي شربت منها كان بي يحل بتنكة مي ويحطها للزيتوني والله 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 إذا بيصير اللي ببالي روحك يا بشدي جيبين لها تنكة زيتون هلا ومرحب عمتي